صباح الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. شوفوا أنا اليوم صباحي مرة سعيد، راح أبدأ يومي بإني أفتح لكم البوكس. الكرتون هذا داخله كبسولات قهوة، وتعرفوني أنا كثير أحب القهوة، أحب أتصبح بريحة القهوة، فما بالكم بوكس فيه قهوة. ومرة متحمسة إني أفتحها، جاتني من متجر ندالي. متجر ندالي يوفر لكم كبسولات من شركة كرو كافيه، وهم وكيل رسمي لهم. عندهم متجر، عندهم حساب في الانستغرام، عندهم حساب في تويتر. راح احط لكم كل الروابط في صندوق الوصف، وفي بعد يا بنات كود خصم. كود الخصم راح يخصم لكم 10%، زد اتش 10 راح يخصم لكم 10%. واللي احلى بنات اسعارهم مره حلوه واسعارهم مره مناسبه، تعتبر اسعارهم جدا تنافس كل انواع الكبسولات اللي موجوده في السوق. غير كذا يا بنات، نوعيه القهوه الكبسولات هذه أورجانيك، المادة اللي مصنوعة منها الكبسولة نفسها متوافقة مع البيئة، تذوب في الطبيعة، مش بلاستيك. في أشياء كثيرة تحمسنا نفتح البوكس مع بعض، بس نفس ما قلت لكم يا بنات أسعارهم مرة حلوة. إذا شريتوا مجموعة عندهم هم مجموعات، لو شريتوا مجموعة التوصيل مجانا، وكود الخصم حقي يعني تاخذونها بسعر مرة حلو. يلا نفتحها مع بعض. أول شيء يا بنات وصلني الكرتون هذا ومعه العلبة هذه. العلبة هذه غالبا عندها مجموعة في السيروب، هذا هي مجموعة فيها ثلاث سيروبات. هذا السيروب الأول زي ما انتم شايفين بندق، هذا فانيليا. فانيليا عاد أساسي في كل مشروب تسوونه، كراميل، كراميلا، عارفين إدماني الكراميل. نفتحها معاكم كذا، بسم الله. شوفوا يا بنات رتبت لكم القهوة من اليمين لليسار، خلوا السادل هذه. راح تبدؤون من اللي هنا، قهوة رقم 6. شوفوا نفس ما قلت لكم راح نبدأ برقم 6. رقم 6 لونها نفس يبي يصير عسلي كراميل كذا. يلا نسوي قهوتنا. نفس ما قلت لكم راح أبدأ برقم 6 لايت روست، يعني خفيفة. بسم الله. هذه أول قهوة راح أجربها معكم. بسم الله. شوفوا شكلها بس من قرب، أتحمس. بسم الله بنات، طعمها يجنن، لذيذة. تعرفون خل حتى أنا تكون واضحة لكم، طعمها قهوة قهوة قهوة، ما أدري كيف رقمها 6، طعمها جدا واضح. طعم القهوة لذيذ، مش شوفوا مبدئيا أقولكم أنا ما أحب القهوة اللي فيها حموضة، أو القهوة اللي فيها طعم حريق كأنها محموصة بزيادة محروقة، ما أحب. أحب القهوة الواضحة، ما أدري ليش في ناس يفهمون القهوة الواضحة يعني محروقة، يعني لا، هذه مرة طعمها حلو. غالبا إني أنا من الناس اللي ما يعرفون يجربون، أحس إني بخلصها وفيني إني أكمل أشرب قهوة. مرة حلوة يا بنات، اللي يحبون طعم القهوة الواضح السادة اللي ما فيه مثلا حموضة أو ما فيه، لا واضحة. تذكرني بكولومبيا من ستاربكس، أقرب شيء لكولومبيا هذا هي. نجرب الكبسولة اللي بعدها، أنا شفيني غرزت عند هذه. خلوني أجرب اللي بعدها، اللي بعدها 8 كولومبيا. أها أورجانيك كولومبيا، شوفوها. بسم الله. أورجانيك كولومبيا رقم 8، شكلها نفس شكل أولية كريمية، بس كنا أحس إنه أغمق. هذا لونها بنات تجنن تجنن تجنن، أنا شفيني كل واحدة أحسها تجنن. هذه حلوة، هذه حلوة، هذه نفسها نسختها بس أثقل شوي. إلى الحين ماشيين في النكهة الحلوة، القهوة الواضحة اللي أثقل شوية، ما فيها إلى الحين طعم لا حموضة ولا حرق، لذيذة. بعد ودي أخلصها أروح للي بعده. 9 9 هذه اسمها دارك روست. يلا خلونا نجربها. بسم الله بنات، هذه تجنن بس قوية، تعتبر قوية، مو قوية، وسط. خلاص بدينا ندخل على الوسط. هذه لا، هذه ممكن أشربها في اليوم اللي كذا ما نمت حلو، لا ثقيلة هذه. ما ادري شو اسوي، ندالي قهواتكم تجنن، قاعد تقوى القهوة بس ما قاعد تروح للطعم
الحامض اللي انا بحبه ولا قاعد تروح للحريق، ما في حرق، مره حلوه. بس بنات قبل ما اكمل خلوني اخذ لي بريك سريع، تروني للحين ما فطرت، والقهوه هذه قاعد تحمسني اني اكل لي حاجه معاها. جهزت لي سناك خفيف، شوفوا بس ملعقه واحده من البنت بوتر اللي بالشوكليت، وهذه بعد اساسنا صحيه وهالسواليف. بسم الله. الحين نروح رقم 10 هذه. يلا رقم 10 اللي هي انديان اورجانيك. هذه قويه اوكي، وقوتها حلوه وما فيها حموضه، ونفس اللي تعجبني، بس نوعيه البن مختلفه نهائي. هذه تحسونها قهوة مختصة أكثر، تعرفوا إذا رحتوا محل بس يسوي قهوة مختصة، هذه قهوة ما تتسوى في البيت، طعمها مرة حلو واضح. الحين راح نجي على رقم 11 والقبل الأخيرة، أورجانيك إسبريسو. الله هذه بس قوية مرة، هذه بنات مرة قوية، مرة ثقيلة، حلوة، ما فيها حرق، ما فيها عبس. أنا غالبا هذه راح أستخدمها مع الحليب، أحسها تليق مع الحليب أكثر. آخر شيء بقى عندنا رقم 12، أورجانيك إنتنس روست، إن شاء الله أني قريتها صح. طعمها هذه 12 مرة لذيذ وحلو، بس قلت لكم ثقيلة، من 10 وفوق تبدأ تثقل القهوة. شوفوا الحين الجزء هذا للبنات اللي مهتمين بالماكينة هذه أو أي ماكينة من إسبريسو تشبهها. مكوناتها سهلة، أول شيء عندكم القطعة هذه، هذه القطعة اللي تسخنون فيها الحليب، تسخنون فيها الحليب أو تبردون فيها الحليب، يعني فيها سخان وبراد مع بعض. شوفوا هي مغسولة ونظيفة، بس أنا أساسي قبل ما أستخدمها لازم أحط فيها شوية موية وأشغلها من هنا علشان تتعقم. شوفوا خلاص سخنت توقف. لو حبيتوا أنه تخلونها تبريد تضغطونها تطولون لين يصير لونها أزرق كذا، راح تخلي لكم الحليب بارد بس في رغوة، يعني انتم تقدرون تخلونه في الثلاجة يصير بارد، بس شو الفرق عن هنا؟ لا يكون برغوة. فتح من هنا، تشيلونها من هنا، هذا غطاها، شوفوا الحين هي جدا ساخنة، هذا غطاها ينغسل بالحاله. الماكينة انا اغسلها، بس حاولني اغسلها بطريقة لطيفة لانه من تحت فيها نفس المدخل للكهرباء، فهمتوا؟ يعني كانها غلاية عادي، تنظيفها عادي جدا. في عندنا الجزء هذا بعد هنا تفتحون وتحطون الكبسولات من هنا، تمام. الكبسولات اذا شفتوه ما فتح اعرفوا انه تعبى، هذا هي تعبى هنا، هذه الكبسولات. في ناس يعبونها مرة ثانية، انا ما اعبيها. في ناس الحامل هذا، دقيقة، الحامل هذا تستخدمونه اذا انتو تستخدمون الاكواب الصغيرة حقت النسبريسو، لو بتستخدمون كوب كبير خلاص تستخدموا الحامل هذا. شوفوا القطعة اللي تحت تعتبر حامل للكوب، وفي نفس الوقت هي من داخل، شوفوا تشيلون تلاحظون ان في سوائل القهوة اللي سويناها ترس، يعني كل مرة تسوون قهوة بعد ما تشيلون كوب يقطر من هنا، فينزل القهوة الزايدة هنا. هذه تنفك بالحالة كذا عادي، تشيلونها تغسلونها وترجعونها مرة عادي. بقى عندنا بس آخر قطعة، قطعة الموية، شوفوها من هنا، تفكونها من هنا، بسم الله، تفكونها كذا، تغسلونها، تنظفونها، تعبونها، ترجعونها، بس. وهنا في بعد هذا حامل الكبسولات، أنا أخذه من نايس، أسعاره مرة حلوة، يعني مو غالية، في 30 في 40 هالحدود. ميزاتها سهلة، تنظيفها سهل. بتشترونها لا تشترونها من نسبريسو نفسه، لا، روحوا اشتروها من أي وكيل يوفرها لكم. دائما الوكلاء يوفرون اسعار افضل، يوفر لكم خصومات. من وين انا انصحكم تاخذونها؟ خذوها مثلا من ايدي، من ساكو، من اي محل زي كذا. عيوبها، فيها عيب انا الحين ما قاعده اتحمله صراحه، عيبها الوحيد انه الكبسولات حقتها بس قهوه. بنات يجي على بالكم تحطون كبسوله فيها كل شيء، فيها الفانيليا، فيها الحليب، زي ماكينه دولتشي، فيها كل حاجة. أوكي هذه تجنن وهذه مزاج أكثر، بس بعض الأحيان بالذات اللي ساكنين مثلا بدورين تحت يكون مطبخ فيه الحليب وكذا،
صراحة ما على بالي أو ما عندي مود إني كل يوم أنزل راح أجيب الحليب وأطلع فوق بعدين أنزل الحليب، عرفتوا هالشغلة هذه. يمكن أخذ ماكينة دولتشي الأيام الجاية، ما أدري، فيني إني أجرب كبسولات مع إنه يعتبر أفضل شيء الماكينة هذه، بس فيني أجرب، فيني أجيب ماكينة ثانية. حبيت أسوي لكم ريفيو عن كل أنواع الكبسولات اللي وصلتني، إن شاء الله يا رب يكون شرحي وافي، وعرفت تقررون أي كبسولة تناسبكم. تلاقونها متوفرة في متجر ندالي قهوة كرو كافيه العضوية. لو حابين أو عندكم مكاين مختلفة، هو يوفر النسبريسو والإصدارات كثيرة من دولتشي، تقدرون تدخلوا المتجر حقهم وتشيكون عليها. وراح أحط لكم في صندوق الوصف روابط كل حساباتهم، رابط المتجر، روابط حساباتهم في السوشيال ميديا عموما راح تلاقونها في صندوق الوصف. وأخيرا حبيت أشكر متجر ندالي، شكرا على لطفكم، شكرا على الأشياء اللطيفة اللي أرسلتوها لي، شكرا أنكم أعطيتوني فرصة أجرب قهوتكم، مرة كان التعامل معكم حلو وسريع وجدا جدا عملي. ولا تنسون يا بنات حطوا لايك واشتركوا في القناة، أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.